وتحت هاشتاج دبي الآن نشر سكان المدينة آلاف الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت اليوم التاريخي الذي حمله المنخفض الجوي. لعل المقطع الأكثر تداولا هو ذلك الذي يتحدث عن ظهور نهر في دبي من قلب الصحراء. نتابع الصور. نهر في دبي يا أخواني، من يصدق؟ شوفوا يا جماعة، يا الله سبحان الله المطرة شو طلعت. يمشي ها في دبي، هاي رملة دبي، من يصدق؟ يا الله سبحان الله، شوفوا الماي نظيف، الماي نظيف.